يقيم قسم هندسة تقنيات التكييف والتبريد في الجامعة الإسلامية حلقة نقاشية بعنوان فقدان منتجات النفطية داخل السهارج النفطية أسبابها وطرق علاجها. يلقيها الدكتور عبد علي جريب. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. النفط الخام يعتبر الثروة الحقيقية أو العنصر الرئيسي في العراق وفي كل دول العالم. أي دولة يتوفر فيها النفط تعتبر دولة المكتفية ذاتيا وغنية. العراق 98% من صادراته هو النفط الخام، ولهذا السبب الكل مفروض أن ينتبه إلى هذه الثروة وعدم ضياعها أو فقدانها. الواقع الحال يجب أن نعرف في بداية الموضوع، بداية المحاضرة، ما هو النفط؟ شنو هو النفط الخام؟ المشتقات النفطية، ما هي المشتقات النفطية؟ بشكل مختصر النفط الخام هو عبارة عن مواد هيدروكربونية، كربون مع هيدروجين. نسبة الكربون مع الهيدروجين حوالي 98%، ومواد 2% مواد شوائب. شوائب شنو يعني؟ أما أملاح كلوريد كالسيوم، كلوريد مغنيسيوم، أملاح صوديوم أو ساند يطلع من جوف البئر، طين، عناصر تكون خطرة عندما تكون في المشتقات النفطية، بخار الماء جدا خطر، مواد كبريتية ولا سبب المشتري حاليا يعتمد اعتماد كلي على النفط اللي يأخذه على نوعيته وعلى كميته طبعا وعلى الـ API يعني على الـ Special Gravity. فإذا كان النفط يحتوي على كبريت فيكون قيمته قليلة جدا، يجب أن نعزل من عنده المركبات الكبريتية، من عندها H2S، مركبتان، مركبتيد، تيوفان، تيوفيدي وهكذا مشتقات كثيرة. فالنفط بعد خروجه من البئر عن طريق الكريسمس تري أو شو يسموه شجرة الميلاد، نسبة الغازات الموجودة بالمواد النفطية هذه تتراوح GOR يسمون غاز أويل ريشيو حوالي 100-110%، يعني نسبة جدا عن جدا عالية. فنفصلها عن طريق الغاز سبريترز والمسمون المبادلات الحرارية، الغاز سبريترز فبأنواعها الهوريزونتال والفيرتيكال أشكال مختلفة. احنا هسه صدد الفقدان. النفط بشكل عام، النفوط بشكل عام العالم كله تكون أما برافينية، يعني نسبة البرافين بها نسبة عالية، يعني مركبات الكبريت سلسلة الأفقية تكون نسبتها عالية جدا عالية، ولهذا نسميها النفوط برافينية أو نفثينية بها مادة النفثين، أو أروماتيكية مواد عطرية. فالنفوط تكون بهذه الأنواع الثلاثة تأثر على المشتقات المتكونة من عدها، البنزين، النفط الأبيض، النفط الأسود، ونسبة الغازات الموجودة في هذه المواد. جميع المشتقات النفطية، جميع القطفات الخفيفة والثقيلة من عدها تحتوي على غاز، غاز مصاحب. نسبة الغاز تتراوح حسب نوعية القطفة، حسب نوعية المشتقات النفطية. هذه الغازات المصاحبة بعد تثبيت النفط بالغاز سبريترز وخزنه بالخزانات بسبب اختلاف درجات الحرارة بين الصبح والليل والظهر ودرجات حرارة الصيف الشتاء تحصل عملية التبخر. فقلنا عملية التبخر تعتمد على نوعية المنتوج المخزون داخل الخزان وعلى اختلاف درجات الحرارة وعلى شنو على تركيبة الخزانات، نوعية الخزان. فيجب أن نختار الخزان المناسب لخزن نوع معين من هذا المنتوج.
الخزانة بشكل عام classification of the tanks أكو open top of the tanks تخزن الخزان مجرد سقف ثابت سقف مفتوح نخزن به المشتقات الثقيلة جدا اللي تحتوي على نسبة جدا جدا قليلة من الغازات. قلنا جميع المشتقات تحتوي على نسبة من الغازات، ما يمكن أن نتخلص من الغازات بشكل 100%. الأسباب نذكرها في محاضرات أخرى إن شاء الله. فالجير أو مادة الأسفلت مشتقات ثقيلة تكون نسبة الغازات جدا قليلة، فيمكن خزنها في خزانات مفتوحة التوب السقوف. أكو عندنا خزانات فيكست روف، خزانات ذات السقوف الثابتة لخزن قطفات من المشتقات من النفوط اللي تحتوي على نسبة قليلة جدا من الغازات. النفط الخام بعد تثبيته بالمصيد بالغاز سيبريترز بالمصيدة يسمون المصيدة، بعد استخراجه من النفط نروح للمصيدة وبعدين نثبته من الغازات، يعني نخرج من عند الغازات، يحتوى على نسبة عالية من الغازات. بعد تكون هاي الغازات مصاحبة بالنفوط الخام. قبل كل شيء نجي من نفهم بأن الغازات الغازات الهيدروكربونية أما تكون مصاحبة يعني مذابة أو تكون حرة. يمكن التخلص من الغازات الحرة بشكل بكل بساطة عن طريق الغاز سيبريترز وقسم من الغازات المصاحبة كذلك من الغاز سيبريترز. أما الغازات الباقية بالنفوط بعد خزنها بالخزانات تتبخر، تكون نسبة درجة تبخرها تختلف اعتمادا على نوعية المنتوج وعلى الخزان قلنا اللي يحتويها هذا المنتوج. الخزانات بشكل عام قلنا اكو اما مفتوحة السقوف او فيكس روف او فلوتينج روف. شنو معنى فلوتينج روف؟ خزان ذات سقف ثابت، يكون السقف مال خزان مباشرة بالتماس ويا السائل، يعني السائل النفطي الموجود في الخزان عنده صعودة، عندما نشحن النفط داخل الخزان كمية النفط داخل الخزان راح ترتفع، السقف يرتفع مع ارتفاع المنتوج، يتحرك السقف، حركة السقف مع حركة مع كمية المنتوج صعودا ونزولا، ما نترك فجوة هواء. نسميه هذا الخزان أو هذه البانتون الطوافة الموجودة فلوتينج روف. الخزانات الفلوتينج روف تكون تقريبا على نوعين، أما سينجل أو دبل، ليجل أن نحن الحفاظ على الغازات المتطايرة. إن كان هذا الخزان الموجود اختارينا لأجل أن نحفظ هذا المنتوج كونستركشن مالته بشكل صحيح 100%، يكون تأثيره أقل لو كان المبني أو الكونستركت مالته تركيبته بناء هذا الخزان بشكل غير صحيح. فيجب أن نضبط عملية الفاونديشن مال الخزان، القاعدة مال الخزان، هذا عليه معتمد على بالهندسة المدنية. أي انحراف مستقبلا بالقاعدة مال الخزان، الخزان راح ينحرف بشكل مائل. سبب انحراف الخزان بشكل مائل راح الفلوتينج روف مطوافة بما يحيط دائر مدار طوافة من هذا الربر، راح يسبب فجوات بها ويسبب زيادة في عملية التبخر. فإذا يجب أن تكون القواعد الخزانات بشكل مضبوطة 100%، ونحاول أن تكون مضبوطة 100%. اللي يشتغلون بالنفط مصنع النفطية أو المهندسين بالإنتاج يجب أن عليهم بعد عملية التشغيل أن يتأكدون من الليفل مال الخزان، هل الخزان هو جالس على القاعدة بشكل تمام
ثابت او بانحراف. فاي انحراف بالخزان يسبب زياده في الفقدان. فان السبب فقدان النفط تعتمد مرات سبب من اسبابه هو قواعد الخزانات مبنيه مو بشكل مضبوط. النقطه الثانيه، الربر مال الخزان، احنا اختارينا خزان ذات سقوف عائمه جيد جدا لحفظ النفوط او النفط الخام، بس اذا كان الربر مال الخزان مو بصوره صحيحه جيد جدا ما مضبوط فيسبب تبخر. فعلى المشغل ان يتاكد من ربر مال الخزان دائما مدار الخزان. ولهالسبب سوينا خزانات دبل مو سنجل واحد، دبل، حتى نحافظ على الغازات الموجوده داخل الخزان. الخزان عمليه الاملاء والتفرير نسميها احنا ديب بريذنج، يعني معناه الخزان يتنفس تنفس عميق. ماكو واحد تعبان وبالليل يشاخر شخير فيحصل بالخزان شخير، يتنفس تنفس عميق. شنو السبب التنفس العميق مالته؟ من يسحب المنتوج من الخزان، اي خزان كان فيكس روف او فلوتينج روف، راح يسبب لنا فجوه بين السوائل المواد الكربونيه ومع السقف. هاي الفجوه تزداد او تقل نسبه لنوعيه الخزان اللي احنا مختارينها، فنسميه بريذنج يعني يتنفس. فلازم الهواء يدخل من الصمامات الموجوده على سطح الخزان. وين يدخل الهواء؟ حتى يتعادل الضغط والا راح يصير لك دمج بالخزان. فيدخل الهواء من الاعلى الى داخل الخزان. عند عمليه الاملاء التفريغ، عند عمليه الاملاء راح الخزان الليفل مال الليكويد مالتنا راح يرتفع، راح يطرد الغازات الموجوده داخل الخزان للخارج، راح يطرد الهواء والغازات المتبخره according to the Dalton law، قانون دالتون، تعرفون كل زين فروقات، راح يصير عمليه تبخر بالسائل. عليكم السلام. فالكميه الابخره الخارجه مع الهواء الى خارج الخزان هذا فقدان، خساره ما تعوض، غازات مهم ثمينه جدا لكن لابد منها. عمليه تشغيليه لازم تسحب وتدفع. ولهذا السبب الفلوتنج روف جدا جدا مهم ان نختاره للخزانات للقطفات الخفيفه والنفط الخام حتى نحافظ على المنتوج. النقطه الاخرى قلنا سبب الاختلاف فقدان النفط، اما اختلاف درجات حراره سبب السحب المنتوج من الخزان واملائه عمليه وسبب بناء الخزانات بصوره غير صحيحه، اما كنت قواعدها او الربر الخزان او اسباب تشغيليه. عندنا كل خزان لو نجي احنا ندرس كل نوع من انواع الخزانات، فتوجد هناك فتحات كثيره بالخزانات، فتحه لسحب النموذج، العامل لازم ان ياخذ نموذج من الخزان داخل الخزان نموذج حتى يعرف السبيسيفيك جرافيتي، يحسب كميه الماء. اكو فتحه لتصريف مياه الامطار، حتى السقوف العائمه بها فتحات للسقوف العائمه. داخل الخزان اكو ربر لتصريف المياه، فاذا اي خلل بالفيتنج مالت الانبوب او بالانابيب الداخليه هذا المي المطر راح يروح يدخل داخل المنتوج فيسبب زياده في كميه المي داخل الخزان. بعدش عندنا بالنسبه اكو عندنا فتحه لقياس الاولجز يعني كميات النفط عن طريق
الالج جيج. عندنا فتحات خاصه بعد شنو بالنسبه لنا الجيجات المستخدمه، فتحه سيفتي فالف كثير من الفتحات موجوده. فالعامل ضروري بعد اجراء عمليه التشغيل او عمليه الفحص سطح الخزان من الاعلى ان يتاكد من هاي غلق الفتحات، ما يترك لنا فتحه مفتوحه ينزل بها مطر او يصير تبخر وكذا كذا. تعرفون حضراتكم من الابخرة المواد هيدا كربونيه خطره مو فقط على الضياع، سبب الضياع ضياع ما شاء الله نفط العراق كثير، خطورته على الحرائق. لو اجيبكم صور كثير من الخزانات تحترق بسبب عملية التبخر. عملية الفيلينج وديسشارج من هذا بسبب ان كهرباء استاتيكية من اتجاه واحد، بسبب كهرباء استاتيكية. فأي اختلاف بالماتيريال مال الخزان راح يصير عندك فرق بالجهد الكهربائي، راح يصير عندك جدحة كهربائية بوجود الأبخرة، وراح يسوي لك شنو حريق. المشتقات النفطية بشكل عام جميعا غازية وسائلة خطرة على الإنسان، التنفس مالت خطرة إذا سقطت على سطح على إيد الإنسان أو جسم الإنسان خطرة خطورة. هذا الوقت خلاص مو شوية خلاص. فالحد منها أولا الحد عن طريق أن نختار الخزان المناسب لحفظ المنتوج. الحد منها عدم الاعتماد على الصمامات الميكانيكية لأن بها أخطاء كثيرة وفتحها سبب لنا إلى تطاير الأبخرة. الاعتماد على سوينا دراسة احنا بسنة القديمة فترة قديمة دراسة كاملة عن طريقة تبديل هاي الصمامات بصمامات هيدروليكية، استخدام الحد منها استخدام الخزانات ذات الضغوط العالية بدل الاتموسفيريك تانكس نستخدم هاي بريشر تانكس. الحد من عندها التأكد من قواعد الخزانات. الحد من عندها التأكد من كمية الدخول المواد أو المشتقات النفطية داخل الخزان وعدم الاعتماد على الأولج. لازم نستخدم بي دي ميترز لأن الأرور مالت البي دي ميترز أقل بكثير من الأولج. الأولج 0.01 ديش 0.05. فالبي دي ميترز الدقة مالت الأكيورسي مالت عالية. التأكد من عمل البي دي ميترز، أكو عندنا ثلاث أنواع من البي دي ميترز نستخدم من الخزانات النفطية خاصة النفوذ المصدرة للخارج هي البي دي ميترز. أكو عندنا لاين ميترز تستخدم بشكل عام، أكو عندنا ماستر ميتر لتعيير اللاين ميتر، وعندنا بروفر لوب، وعندنا الخزان الفاحص. فعندنا كوا كثير من الأجهزة، فما أريد أتعبكم بالموضوع. فاعتماد على الأجهزة دقيقة لقياس كمية ونوعية النفوذ الموجودة داخل الخزان للغرض الحد من عملية التبخر. التأكد من عملية الديغازينج ستيشن، يعني فصل الغازات من النفوذ، ما نجيب يعني أي خلل بالديغازينج يسبب لنا خلل بالعملية التبخر. التأكد من نوعية المشتقات الواصلة لنا للخزانات قبل خزنها من بنزين، كيروسين، نوعيتها، كمية الغازات الموجودة فيها. كثير من النقاط يمكن أن نحد من عملية التبخر داخل الخزانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.